لست أنساه وحيدا يستجير وينادي ما لا أهل من مجير ويرى أصحابه فوق الهجير صرعا مثل النجوم الزاغرات فدعاهم وهم فوق الرغام جثم ما بين شيخ وغلام يباوع لهم ويحكي وياهم لست أنساه وحيدا يستجير ويناديهم ألا هل من مجير ويرى أصحابه فوق الهجير صرعا مثل النجوم الزاهرات فدعاهم وهم فوق الرغام جثم ما بين شيخ وغلام نومكم طال فقوموا يا كرام نومكم طال فقوموا يا كرام وادفعوا عن حرم الله الطغاة وادفعوا عن حرم الله الطغاة لما أدعوكم فلا تستمعون بيكم ليش ما تجاوبون ليش ما تسمعون لما أدعوكم فلا تستمعون أمللتم نصرتي أم لا تعون مليتوا من عندي يو ما قاعد تسمعوني يو شنو هتشي يقولهم الحسين لما أدعوكم فلا تستمعون أمللتم نصرتي أم لا تعون بكم قد غدر الدهر الخؤون ورماكم بسهام الحادثات ما حد جاوب ورماكم بسهام الحادثات وين مسلم وين عابس يا حبيب ليش عفتوني وتخلوني غريب ليش اناديكم ولا اسمع ليش انادي وما تجيبون الندى وادري بيني وبينكم حال الردى ما حد جاوب كسر قلبه راد يرجع للخيام سمع صوت من خلف ويا الله يعينك مالك مني ويا الله يعينك مالك معين وقومك على الغبرة مطاعين يعني اعذرهم ابا عبد الله اعذرهم خطية دول روسهم مفصولة عن اجسامهم شلون يجاوبوك ابا عبد الله والله قومك على الغبرة مطاعين انا منين جتني كربلة منين عن كربلة ابويا غبت وين ابويا غبت وين هجمة وفرد هجمة على حسين لما ادعوكم فلا تستمعون امللتم نصرتي ام لا تعون بكم قد غدر الدهر الخؤون ورماكم بسهام الحادثات دور سوى ثم ألوى راجعا نحو الخيام قائلا مني عليكن السلام فتطالعن لتوديع الإمام وتهاوين عليه قائلات شي يقولن من لنا بعدك يا خير كفيل يا أخويا من لنا بعدك يا خير كفيل انحدى الحادي ونادى بالرحيل
وابنك السجاد مطروح علي لم يطق حفظ النساء الضائعات، لم يطق حفظ النساء الضائعات. هنا سيد رضا الهندي يخلي فاصلة ما يكمل المصيبة، يخلي فاصلة. شنو الفاصلة؟ يخاطب الحسين يقول له يا من صحت وما حد جاوبك، سيدي إن فاتنا السعي إليك، سيدي إن فاتنا السعي إليك لترانا صرعا بين يديك، لم يفتنا النوح والوجد عليك أبد الدهر وجذب الحسرات، أبد الدهر لنا دمع سكوب، يا حسين يا حسين يا حسين، أبد الدهر لنا دمع سكوب، وعلى نار الجوى تطوي القلوب، لا نذوق الماء إلا وتذوب أنفس منا بنار الزفرات. كمل رسالته للحسين، رجع يكمل المصيبة. شي يقول سيد رضا؟ بادر الرجس خوى لا ورما، بادر الرجس خوى لا ورما، حجرا شج الكتاب المحكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأراد السبط مسحا للدماء، ضرب الحسين بجبهته، الدم نزف على عيونه بعد ما يشوف زين. الأعداء داير مدايرة، هذا يضربه بسيف، ذاك يطعنه برمح، هذا يضربه بسهم، ما يستحون ما يخجلون. ابن نبيهم هذا، عار عليكم عار عليكم. فشي يسوي الحسين؟ شال ثوبه حتى يمسح الدم عن عيونه. بادر عندنا قلب قاسي نحكي هذا الحكي، ما اعرف شلون نحكي هذا الحكي. بادر الرجس خوى لا ورمى، حجرا شج الكتاب المحكم، بادر الرجس خوى لا ورمى، حجرا شج الكتاب المحكم. فأراد السبط مسحا للدماء، ليرى في مقلتيه من رماه. يقول سيد رضا لا تسلني بعد هذا ما جرى، لا تسلني كافي بعد، لا تسلني شنو صار، ما عندي قلب احشي بعد، لا تسلني بعد هذا ما جرى. سيدنا اختصر مو الا تفصل، شنو صار؟ ببرم الحسين شال ثوبه، من شال ثوبه طلع بياض صدره سلام الله عليه. شنو صار؟ لا تسلني بعد هذا ما جرى، غير ان العرش اهوى للثرى. ليش العرش اهوى؟ لان ضربوه بسهم مثلث من شال الثوب عن صدره. فصاح بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وسقط من جواده. ويلي عليك يا ابا عبد الله، العشرة الاولى بدت تخلص، الله لا يحرمنا منك يا ابا عبد الله. لا تسلني بعد هذا ما جرى، غير ان العرش اهوى للثرى، وغدا الإسلام محلول العرى، وبكى الدين على حامي حما، الدين قام يصيح وحسينا، أكمل القصيدة يو أبدي بالمحاضرة أكملها. شي يقول سيد رضا بخدمتكم شيخ؟ شي يقول سيد رضا؟ يقول نكبة دهياء من فجعتها. شلون؟ أخرجت زينب من خيمتها. بس طاح العزين طلعت زينب.
أخرجت زينب من غيمتها تصدع الأكباد في ندبتها حين وافته تنادي وأخا. والله أريد الكل يقرأ وياي، يعجبني أسمع صوت الكل، لأن زينب طلعت الصيح وأخاه وأخاه أخويا حسين حبيبي، فأريد الكل يصيح ويا زينب. نكبة دهياء من فجعتها أخرجت زينب من خيمتها تصدع الأكباد في ندبتها حين وافته تنادي وأخاه وأخاه وأخاه. إيش قالت لما وصلت يمه؟ الحمد لله يا أخويا من لقيتك. اسمع والله الشطر الثاني يسمع عليك الحسين. يلت للحمد لله يا اخويا من لقيتك ولو ما ريحة امي شاجزيتك. ويلي عليك يا ابا عبد الله. الحمد لله يا اخويا من لقيتك ولو ما ريحة امي شاجزيتك. تدري ليش شاجزيتك؟ لان هواي متغير الحسين، ما عرفت شكله. انا ايش صاير بي يا ابا عبد الله؟ ولو ما ريحة امي شاجزيتك. زين سيدنا كمل سيد رضا قصيدتك، اليوم اوجعت قلوبنا بقصيدتك. يقول زينب قلت له للحسين من بعد واخاه، شنو قلت له؟ انت تمضي لاخيك المجتبى يا ابا عبد الله. صحيح ولا صحيح؟ انت تمضي لاخيك المجتبى وترى اما وجدا وابا. رايح لجدك، رايح لابوك، انت رايح لاخوك انت. شاش ترجين تقولين زينب؟ اسمع، انت تمضي لاخيك المجتبى وترى اما وجدا وابا، وانا اذهب في ذل الشبا. انت تروح لمحمد وانا اروح ليزيد ابا عبد الله. وانا اذهب في ذل الشبا ليزيد ليراني واراه. يا وسفه يزيد يشوف زينب. يا وسفه والله، يا وسفه والله، ليزيد ليراني واراه. العذر منك يا قمر هاشم يا حيد باجر. العذر منك يا قمر هاشم يا حيد، خويا راح اختك تطب مجلس يزيد. انا موش بكي فريد وما اريد، ولا بكي فاقطع دمعتي وونتي. هذا البيت الاخير ونبدأ المحاضرة. شلون باصرني يا حادي يا حادي ويا دليل، شلون باصرني يا حادي ويا دليل، من طب المجلس ودمعي يسيل. من شنو خايفة؟ من طب المجلس ودمعي يسيل، خاف ينشد وين يا الحر الجفيل. انا ما تقولا يو اظل بسكتتي، ما تقولا يو اظل بسكتتي.